معاك دكتور محمد غنيم. الفيديو ده عن شوية نصايح لأولياء الأمور، وبرضو لفت انتباه المدرسين على حاجات مهمة جدا، بس عامة هو لأولياء الأمور. أول حاجة أنا عايز أبلغ بيها أولياء الأمور أو أوضحها لهم إن إزاي إحنا بنتعلم أي حاجة. أسهل طريقة ليك كولي أمر عشان تضمن إن ابنك اتعلم حاجة وفقا للهرم اللي معمول قدامكو دوت، إنه يشرحها لك. يعني بعد ما يخلص مذاكرة والكلام ده كله، قول له ممكن بعد إذنك تشرح لي الحكاية ديت. إحنا بنفتكر 90% من المعلومات لما ندرسها للناس، تمام؟ انما لو احنا قاعدين نسمعها كده وكلام من ده بنفتكر 5%، لما بنقراها بنفتكر 10%، لما بنسمعها ونشوفها 20%، لغاية هنا هو. فدي مهمة جدا، فدي اسهل طريقة انك تضمن ان اولادك يتعلموا. النقطة اللي بعد كده اللي عايز اتكلم فيها هي نقطة، انت دايما لما بتقول له في المدرسه خدت ايه في المدرسه النهارده، وده سؤال الصراحه مش صح. ليه؟ لان هو عشان يسترجعه بياخد وقت طويل ولازم يقعد يفتكر، فبيقول لك ما خدناش حاجه، فانت هتتنرفز، انا دافع الفلوس دي كلها وما خدناش حاجه. فدي الاسئله اللي انت تسالها بقى ليه، بدل ما تقول له اول حاجه في ايه اللي خلاك تضحك النهارده، هيفتكر بقى ايه اللي خلاك تبتسم النهارده، هل في حاجه خلتك تبتسم، قعدت فين ساعه الغداء. بص، أسئلة محتاجة منه إن هو يفتكر حاجة معينة ثابتة، مش ترميها له كده هو عايمة كده. لو هتغير حاجة من يومك النهاردة هتبقى إيه؟ إيه كان أصعب حاجة، أصعب رول، يعني إيه رول؟ يعني قاعدة إنك تمشي عليها النهاردة. أنت بتعرف من هنا هو إيه الحاجة اللي هو ما بيحبهاش، اللي هي حد قال له يعملها وما وكانت يعني ما كانش حاببها. قول لي حاجة أنت عرفتها النهاردة ما كنتش عارفها امبارح. ده شيء جميل. في حاجة بقى، 6 قواعد للإيجابية في التربية. أول حاجة، لما الأولاد بيتصرفوا غلط دي طريقة ليهم إن هم يتواصلوا معاك. يعني هو ساعات عشان يلفت انتباهك بيعمل حاجة غلط، أو حاجة هو محتاجها وأنت مش عايز تعملها، فبيقعد يرفس في الأرض أو الكلام ده كله عشان يبين لك إن هو دي طريقته في التواصل معاك. عايزك تو فاليديت ذا إيفورت، يعني مش مهم النتيجة، مش تيجي هو عمل مجهود كبير وتقول له أهو ما أنت خسرت برضه، ما أنت مش عارف إيه، ما نجحتش برضه. لأ، قول له مجهودك كان كويس، إن شاء الله المرة الجاية بنفس المجهود ده أو أكتر ربنا هيوفقنا. شوف، ربنا هيوفقنا. يوفقنا مش يوفقك، يعني احنا كلنا وان تيم. give your child the respect you want to give them to give you، لازم تحترمهم عشان يحترموك. انت بتقول له تنزل لمستواه وتبص له وتتكلم معاه كانه واحد صديق ليك او في سنك، فالاحترام ده مهم جدا. مش يقول له انت ما بتعرفش حاجه، انت اساسا ما بتفهمش، انت متخلف، الكلام ده كله هيديك نتيجه سلبيه جامد. ما تعاقبهمش عشان مشاعرهم، يعيوطة الكلام ده، لا ما تعاقبهمش عشان مشاعرهم انا جزء منهم زي اي، يعني دايما لما بيغضب بتبقى اقول له انت من حقك تغضب، كلنا بنغضب، انا بغضب، بس هو ازاي انا بتصرف ساعة الغضب هو ده اللي بيفرق معايا، انما كل الناس في العالم بتغلط وبتغضب كمان. وايه، ودايما تحمسه وتقول لهم ايه، على فكره انا عارف ان انت كويس، على فكره انا عارف ان قدراتك انك تكسب، على فكره ان انت احسن، انا عارف ان انت مش اقل منهم. دايما افتكر ان هم لما بيشعروا وحش هيتصرفوا وحش، فخليك دايما سبب ان هم يشعروا كويس. ودايما عايزك تتعامل مع التصرفات بتاعتهم زيها زي اي ماده. المواد اللي هي ماث وريدنج ورايتنج والحساب والانجليزي بنعمل ايه؟ الاولاد بيتعلموا، بعد كده بيقعدوا ويعملوا براكتس، تطبيق، تمرين 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 وتمرين تاني، رينفورس، وبعدين ويعيدوا كده،
وبعدين بيتعلموا الحركة الجديدة في الكورة أو بيتعلموا اللغة. هي دي الطريقة برضو، السلوكيات والتصرفات كده. احنا بقى بنتصرف غلط، نعاقب 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 وبعدين نكرر، عملتها تانية هتتعاقب، عملتها تانية هتتعاقب أشد. ده طريقة غلط، طريقة قديمة وغلط وسابت أثر نفسي سلبي فيك. اللي أنا بقوله إنه نفس الطريقة اللي عملتها فوق، قول له لا 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 إحنا ما نعملش كده، لا أنت تعملها بالطريقة دي، طب نعملها سوا، طب اعملها لوحدك، طب نكررها تاني، خلاص اتعلمناها. بس الجزء ده أنا شرحته في فيديو تاني اللي هو الفرق بين العقاب والعواقب، فياريت تبص عليه. إنما دي جميلة جدا، دي الجوب شارت، دي هو لما يخلص حاجة في البيت ليه فلوس عليها، ليه فلوس عليها. طبق دولار، ساعد غسل نظف الحمامات 3 دولار، فاكيوم مش دولار بقى أنت بالجنيه عندك، يعني إحنا بقى شغالين مصري، فكل شغلانة مكتوب عليها سعر بحيث إن هو يتربى إن هو يساعد في البيت، مش بس عشان الفلوس، بس هي مبدأ التحفيز ده مهم قوي. في 10 طرق انك تبني علاقة كويسة مع اولادك. تتكلم معهم على الحاجات اللي هي ملاش علاقة بالمدرسة، الحاجات اللي تهمهم، الجيمز، محمد صلاح، اي حاجة، اي حاجة تهمهم، اللي هو بيلعب، اللي هو اللي هي دماغه فيها، وخليهم يعلموك الحاجات دي. انا مثلا ما بعرفش العب جيمز، لو قعدت مع اولادي اقول لهم علمني ازاي العب جيمز، الحاجه اللي هي خليهم يعلموها لك، الحاجات اللي هم متميزين فيها. وافتكر حاجات في حياتهم هم، قول له فاكر السنه اللي فاتت لما انت عملت كذا، حاجه كانت حاجه ايجابيه، كانت حاجه حلوه عجبتني قوي. واحكي لهم عن حاجات في يومك انت في حياتك، مش تشتكي لهم، هم مش في سن انك تشتكي، هم في سن انك تشير حاجات كويسه. واعمل معاهم حاجات اكسبيرينس فيها خبرات، حاجات يفتكروك بيها، يعني انشطه، يعني مش يعني تسافر معاهم بتاع، مش اللي هو انا ببعت لكم فلوس، لا. وقول لهم حاجات تضحك بقى، حاجات قصص حصلت لك بقى، حاجات غريبه تضحك، وحاجات انت كنت فيها مثلا ما كانش معاك فلوس ودعيت ربنا وجات لك، حاجات بقى اللي هي ايه فيها تحفيز ليهم. واعمل حاجات جنان معاهم برضو، يعني يبقى على طبيعتك خالص، وكلمهم في الحاجات، خش لهم من الدخله بتاعتهم، يعني لما تعوز تدرسهم حاجه اتكلم بطريقتهم، اوصل لهم بحاجات اللي بيحبوها، مش تكلمهم بطريقتك لابد ولازم وتديهم بقى محاضره، لا، الكلام ده برضو مش هيمشي معاهم. ولما تغلط علمهم انك انت تتأسف، معلش انا على فكرة اتنرفزت وتصرفت غلط، والتصرف ده ان شاء الله مش هيكرر تاني من ناحيتي، وعايزك تسامحني بالطريقة اللي اتكلم بيها العيال. وفي 10 كلمات عايزك، جمل عايزك تقولها لهم، دي اخر حاجة يا جماعة في الفيديو. انا مبسوط وحابب اني انا البيرنت بتاعك، ان انا ولي امرك، او ان انا باباك، او ان انا مامتك، انت بتخليني ابتسم واضحك، غلطاتك مش مشكله ان احنا نغلط، كلنا بنغلط، انا عارف انك تقدر تعمل كده، انا بحب اسمع القصص بتاعتك، انا اتعلمت حاجه منك النهارده، انا بحب وبستمتع ان اشوفك وانت بتلعب، انا proud of you، انا فخور بيك، انا بحب اقضي وقت معاك، انا بفكر فيك وانت مش قدامي. بس يا جماعه، فدي حاجات تبني علاقه كويسه مع اولادك، لان اهم حاجه في بناء العلاقات ان الاولاد هتفتكرك، مش ان انت اكلتهم وشربتهم، هتفتكرك بالحاجات، القصص اللي انت بنيتها معاهم، الحاجات اللي يقدروا يحكوها لاولادهم عنك، المواقف دي ما بتتنسيش. شكرا.